مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع، والتي نقدمها لكم من متحف بيت الزبير. نبدأ الحلقة بالمحطة الرئيسية وفيها تتابعون: بناء على التكليف السامي لجلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، يترأس وفد السلطنة في القمة العربية العادية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتحيات جلالة السلطان المعظم حفظه الله إلى أمير دولة قطر والعاهل الأردني ورئيسي موريتانيا والصومال، ينقلها صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان. والسلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة تبحثان عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية بالأردن. وفي الحلقة موضوعات ومحطات أخرى متنوعة مشاهدينا، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة، ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى عبر البحار والمحيطات وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم، ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلاً في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة، مع التمسك دائماً بالقيم والمبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي نشأوا عليها. شباب عمان، أبناؤكم يا سيدي، يتأصل في قلوبهم وعقولهم ولاء يتجدد مع كل عام، ولاء يكون هو الأنقى للقائد المفدى. عمان تحييك يا سيدي وتدعو الإله بأن تسعد، عمان العظيمة يا سيدي تحبك الله سبابها. على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وفد السلطنة في القمة العربية العادية 28 التي عقدت في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. ناقشت القمة العربية عددا من القضايا، منها الفلسطينية والسورية والليبية واليمنية ومكافحة الإرهاب وبحث تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. كما ناقشت تقريرا عن الوضع العربي المشترك من جانب التجارة والاستثمار والاستراتيجية العربية لتلبية التحديات المائية والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية والاتفاقية العربية لتبادل الموارد النباتية والمعرفة التراثية. هذا وأكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، أكد على أهمية القمة العربية العادية 28 في المملكة الأردنية الهاشمية وأهمية توقيتها. وأعرب سموه لدى وصوله المملكة الأردنية الهاشمية لترأس وفد السلطنة، أعرب عن أمله في خروج القمة بقرارات من شأنها أن تدعم العمل العربي المشترك.
سياسة السلطنة تدعم أي توجه سلمي. العرب بحاجة للتآلف في هذه المرحلة، وهناك تحديات كبيرة في النهاية يتوقف على حكمة القادة، وكما علمنا في أكثر من 16 رئيس دولة سيحضروا هذه القمة، وإن شاء الله يوفقوا في الخروج بنتائج إيجابية. لقاءهم بحد ذاته هو يعتبر إيجابي، تبادل الآراء والأفكار فيما بينهم، نتمنى لهم التوفيق. وعلى هامش أعمال القمة العربية في الأردن، نقل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية وللشعب القطري الشقيق التقدم والازدهار، وذلك خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له بمقر إقامته بالبحر الميت بالأردن. من جانبه حمل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حمل سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نقل تحياته وتمنياته الطيبة لجلالة السلطان المعظم وللشعب العماني المزيد من الرقي والنماء. كما تم خلال المقابلة استعراض مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمة العربية في دورتها 28. حضر المقابل أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. على هامش أعمال القمة العربية العادية 28، نقل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم، وأن تكلل أعمال القمة العربية بالنجاح في تحقيق الطموحات التي تخدم الدول العربية. جاء ذلك خلال استقبال جلالة العاهل الأردني لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، وقد حمل العاهل الأردني سموه نقل تحياته لأخيه جلالة السلطان المعظم وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني استمرار الرقي والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. كما نقل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، نقل تحيات جلالته إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب الموريتاني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الموريتاني لسموه على هامش أعمال للقمة العربية العادية. من جانبه حمل فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز سموه نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني المزيد من الرقي والنماء. وخلال المقابلة تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية موريتانيا الشقيقة. كما نقل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد تحيات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماغو رئيس جمهورية الصومال، وتمنياته له بدوام العافية وللشعب الصومالي التقدم والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس الصومالي سموه نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيد من الازدهار. جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين.
وعلى هامش أعمال القمة العربية في الأردن، بحثت السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص لجلالة السلطان. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم صالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع على الساحة الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقائه بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، أشاد معالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لدعم الاستقرار والسلم والأمن الدوليين. واستعرض صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد خلال لقاء صلات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وعلاقات السلطنة الدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، كما تم خلال اللقاء مناقشة تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ورافق صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وفد رسمي ضم كل من معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومعالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساقواني وزير الزراعة والثروة السمكية، وسعادة خليفة بن حمد البادي مستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي مستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وسعادة السفير خميس بن محمد الفارسي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السفير علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير عبد الله بن حمد البادي رئيس دائرة الموارد البشرية بوزارة الخارجية، والسفير مبارك بن حمد المخيني رئيس دائرة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية. الحرية العظيمة في هذا الكون هي نافذة تفتح للقاء الإنسان بالإنسان، وما حريتنا إلا من عمق فكركم للتسامح وللسلام. نحن في أوربت نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربك، نحن نصنع وقود الحياة. هذه أنا مع زوجي، وهذا كان أول منزل لنا. هذه بنتي عبير، تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف. هذا ولدي سيف، فحفل زفاف العام الماضي. صورة زوجي أحمد مع سيارته الجديدة. وبسبب توفيرنا الشهري فزنا في سحوبات جوائز بنك مسقط.
بنك مسقط دائماً معنا لننجز أكثر في جميع مراحل حياتنا. مشاهدينا الكرام، ونواصل تقديم الفعاليات والمناشط التي شهدتها السلطنة هذا الأسبوع، وفي المحطة التالية تتابعون: مجلس الشورى يوصي بتعجيل إصدار قانون التعليم العالي وبتفعيل دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ورفضها بالموارد المالية والبشرية، ومكتب مجلس الدولة يناقش مشروعي قانوني حماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي والعلامات التجارية لدول مجلس التعاون المحالين من مجلس الوزراء، وصندوق الرفض يقر إطلاق الحزمة الثانية من برامجه التمويلية خلال النصف الثاني من هذا العام ويؤكد إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل. كما تتابعون: الادعاء العام يعلن انخفاض أعداد القضايا الواردة إليه خلال العام الماضي ويؤكد استرجاع 14 مليون ريال عماني لخزينة الدولة. وهناك موضوعات مختلفة ومتنوعة مشاهدينا الكرام، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. شعبك وفي يا بن سعيد أقر مجلس الشورى الدراسة حول واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة موصيا بتعجيل إصدار قانون التعليم العالي، كما أوصى المجلس بتفعيل دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ورفضها بالموارد المالية والبشرية الكافية والمؤهلة لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها. وطلع المجلس على رد مجلس الوزراء حول أسعار بيع المنتجات النفطية، والذي أكد على أن موضوع دعم الفئات المستحقة والمتأثرة بارتفاع أسعار المنتجات النفطية هي من أولويات الحكومة، وهي ماضية باتخاذ كل ما من شأنه تقليل الآثار المترتبة عليه وفق إجراءات وآليات محددة. كما نظر المجلس في تقرير مقترح تفعيل أدوات المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، حيث أشار رد من مجلس الوزراء أنه سبق وأن وجه الوزارات والجهات المعنية بتفعيل حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
بحث مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه هذا الأسبوع مشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي ومشروع قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما بحث الاجتماع مسودة مذكرة التفاهم بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ الباكستاني، إضافة إلى مناقشة مقترح بتشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين لتوطيد العلاقات القائمة بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية. ترأس الاجتماع مع الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة. بدأت وزارة الزراعة والثروة السمكية تنفيذ أعمال مشروع تعميق حوض ميناء الصيد البحري بريسود وتركيب المرسى العائم بتكلفة بلغت أكثر من 2,400,000 ريال عماني. وتضمن المشروع تركيب المرسى العايم وإزالة المرسى القديم وإزالة الرمال من حوض الميناء والرمال المترسبة في الكاسر الثانوي ونقلها إلى خارج الميناء، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة وإعداد وتقديم تقرير الأشغال في الميناء. ويأتي هذا المشروع لمساعدة الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر. أقر مجلس إدارة صندوق الرفد إطلاق الحزمة الثانية من برامجه التمويلية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتتضمن الحزمة البرنامج الصناعي بسقف تمويلي يبلغ 200,000 ريال عماني، والبرنامج السياحي والذي يستهدف الراغبين في تأسيس أو تطوير مشاريع سياحية، وبرنامج تمويل التوكيلات التجارية بدعم تمويلي يصل إلى 150,000 ريال عماني. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه الأول لهذا العام سبل تحفيز رواد الأعمال على إنشاء مشاريع جديدة، مؤكدا إعطاء الأولوية في التمويل للشباب العماني الباحث عن عمل. ترأس الاجتماع مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق. عقدت في مسقط هذا الأسبوع جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وتركيا تناولت مختلف الجوانب القانونية والقضائية بين البلدين. كما بحثت الجلسة تبادل الخبرات القضائية بين البلدين وأهمية تعزيز واستقلال القضاء والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. ترأس جلسة المباحثات من جانب السلطنة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، ومن الجانب التركي معالي إسماعيل رشدو جريد الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية. وسبق جلسة المباحثات لقاء جمع الجانبين، حيث تم خلالها بحث تطوير وتعزيز التعاون في المجال القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين. أوضح الادعاء العام في مؤتمر صحفي عقده هذا الأسبوع انخفاض أعداد القضايا الواردة إليه خلال عام 2016 لتبلغ 38,000 قضية تلقاها الادعاء العام، مقارنة ب 41,000 في عام 2015. في المقابل تشير الأرقام إلى ارتفاع في عدد جرائم القتل، بلغت 27 قضية قتل في العام الماضي. وأشار الادعاء العام إلى استرجاع 14 مليون ريال عماني لخزينة الدولة. عام 2016 يسجل 27 جريمة قتل في السلطنة، فيما كانت في عام 2015 23 جريمة. وعند الحديث إجمالاً فإن أعداد القضايا الواردة إلى الادعاء العام انخفضت في العام الماضي، حيث بلغت نحو 38,000 قضية مقارنة ب 41,000 في عام 2015. هذا ما جاء في مؤتمر صحفي للادعاء العام. ليس هناك سبب وحيد يمكن أن يعزى إليه هذا الانخفاض أو الارتفاع في عدد الجرائم، وإنما هو تضافر عدد من الأسباب، لعل في مقدمتها إجراءات الحكومة في التوظيف وإيجاد فرص لمخرجات الدبلوم العام، كذلك الجهود التي قامت بها جهات إنفاذ القانون، الانتشار الأمني والتواجد الشرطي المنتشر في كافة ربوع السلطنة، لا ننسى أيضا وعي أفراد المجتمع. كل هذه أسباب تؤدي في النهاية إلى انخفاض المؤشر الجرمي ولله الحمد. الجرائم العشر الأكثر حدوثاً تصدرت جرائم السرقات بعدد 8,708 قضايا،
تلتها جريمة الشيك بدون رصيد بعدد 5470، ثم جرائم المخدرات بعدد 2702، بعدها جرائم إهانة الكرامة بعدد 2260، فجرائم حماية المستهلك بعدد 1936، ثم الحوادث المرورية التي بلغت 1726، ثم جرائم قانون العمل ب 1557، ثم جرائم الإيذاء البسيط بعدد 1383، ثم جرائم التخريب التي سجلت 1382 جريمة، وأخيراً جرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بعدد 1283 جريمة. المعتاد والمتعارف عليه أن دائماً نسبة الجريمة تتزايد ودائماً في حالة ارتفاع. انخفاضها هذا جانب إيجابي يمكن يعود لعدة أسباب، لعل من ضمن أحد الأسباب أو أحد الأسباب اللي هي التوعية الإعلامية والتوعية القانونية اللي تمت في السنوات الماضية، أعتقد بدينا نأتي أو نجني ثمارها. المتهمون المسجلون في الادعاء العام خلال العام الماضي بلغوا 38,000 شخصين، فيما أحيلت إلى المحاكم 14,576 قضية، وتبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية العام الماضي 1710 قضايا قيد التحقيق. كرمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الدفعة الثانية من رواة التاريخ الشفوي احتفاء بأولئك الذين سجلوا رواياتهم الشفوية عبر المقابلات الشخصية التي أجراها فريق عمل المشروع بالهيئة لعدد من أصحاب الفكر والتجربة والمحفوظات الوطنية، وتثمينا لجهودهم اشتمل حفل التكريم على عرض 3 أفلام حول الرواة الذين تم التسجيل معهم لتوثيق التاريخ الشفوي. ويأتي الاهتمام بهذا المشروع إيمانا بأهمية توثيق تاريخ عمان من خلال حفظ الرواية الشفوية وتكوين بيئة داعمة للبحث العلمي ولضمان بقائها كرصيد تاريخي حي للسلطنة. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية نزوة بمحافظة الداخلية. تضمن الحفل تخريج فصائل من الشرطة المستجدين، ويأتي المبنى ضمن سلسلة المنشآت الخدمية والأمنية التي أقامتها شرطة عمان السلطانية في سعيها لإيجاد خدمات متكاملة ونشر مظلة الأمن والأمان في كافة ربوع السلطنة. رعى المناسبة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية خلال اجتماعه هذا الأسبوع عددا من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء والعمل الحرفي. وصادق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية على مسودة محضر الاجتماع الثالث للعام الفائت، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس المعتمدة، كما تم مناقشة سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. ترأست الاجتماع مع الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية. للمخلصين حكاية لا تنتهي، أحداثها قد سطرت في صفحات المجد مثالا يحتذى عن معنى الجد، وأبطالها قائد عظيم وشعب هو في الملا أسعد. عمان تحييك يا سيدي وتدعو الإله بأن تسعد، عمان العظيمة يا سيدي تحبك الله سبا. نحن في أوربيت نعمل لأجلكم. هدفنا
تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. هذه أنا مع زوجي، وهذا كان أول منزل لنا. هذه بنتي عبير، تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف. هذا ولدي سيف، فحفل زفاف العام الماضي. وهذه صورة زوجي أحمد مع سيارته الجديدة. وبسبب توفيرنا الشهري فزنا في سحوبات جوائز بنك مسقط. بنك مسقط دائما معنا لننجز أكثر في جميع مراحل حياتنا. مشاهدينا الكرام، نواصل تقليب صفحات البرنامج الذي يحوي في طياته جملة من الموضوعات، من بينها معرض كوميكس 2017 يكشف جهود الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير الحكومة الإلكترونية والمبادرات الرقمية، وقمة المدن الذكية تناقش التوجهات العالمية في مجال تنفيذ المدن الذكية وسبل تطبيقها في السلطنة، ووزارة التعليم العالي تعلن عن توفر أكثر من 29 ألف مقعد دراسي لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي الحالي. كما تتابعون مشاهدين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخفض رسوم الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%. وإلى جانب هذه الموضوعات مشاهدينا، هناك مواضيع أخرى متنوعة، فابقوا معنا.
فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى عبر البحار والمحيطات وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلاً في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التمسك دائماً بالقيم والمبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي نشأوا عليها. يا من صنعت العزة والكرامة والحرية فينا، ما عزنا إلا من فيض محبتكم لعمان، وما كرامتنا إلا من بذل عطاياكم للإنسان. عمان تحييك يا سيدي وتدعو الإله بأن تسعدا، عمان العظيمة يا سيدي تحبك الله سلامنا. أكد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء أن هناك تقريراً سنوياً يقدم إلى مجلس الوزراء بالموقف التنفيذي حول تطبيق الحكومة الإلكترونية في الوحدات الحكومية في الوقت الذي ما زال فيه بعض الجهات الحكومية تعمل على تطوير خدماتها. وقال معالي خلال رعايته افتتاح معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس 2017 أن مثل هذا المعرض يعد فرصة طيبة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لعرض ما لديها من مبادرات وخدمات. شارك في المعرض 14 مؤسسة حكومية إلى جانب أكثر من 100 شركة متخصصة في تقنية المعلومات من مختلف دول العالم. ويعد المعرض الحدث الأبرز في السلطنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتشارك فيه كبرى الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من داخل السلطنة وخارجها إلى جانب قسم التسوق، وفيه تعرض أحدث المنتجات التقنية التي تهم المستهلكين.
النسخة الأولى من قمة المدن الذكية حملت شعار تمكين الأمة الذكية، والتي تزامنت مع معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس 2017. قمة المدن الذكية ناقشت جملة من الموضوعات، من بينها التوجهات العالمية في مجال تنفيذ المدن الذكية وسبل تطبيقها في السلطنة. واستعرضت القمة التحديات التي تواجه تطبيق المدن الذكية والحلول الممكنة للتغلب عليها. قمة المدن الذكية عمان تنعقد للمرة الأولى في السلطنة من خلال شراكة استراتيجية مع مجلس المدن الذكية وهيئة تقنية المعلومات والشركة العمانية للنطاق العريض وشركة عمران، وتأتي ضمن فعاليات معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس 2017 الذي يقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان. القمة تأتي بالتوازي أيضا مع معرض كوميكس، والهدف الأساسي منها التوعية أيضا بمبادئ المدن، ما يعرف بالمدن الذكية. كما هو معروف أنه لإجراء تغير فيما يتعلق ب يعني المدن الذكية يتطلب هذا توافر جهود كبيرة من مجموعة من المؤسسات داخل السلطنة. القمة يشارك فيها نخبة من المهتمين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتتناول عددا من المحاور أبرزها التوجهات العالمية في مجال تنفيذ المدن الذكية وسبل تطبيقها في السلطنة من خلال تهيئة البنى الأساسية والشبكات الوطنية الموحدة. قمة المدن الذكية التي تحتضنها السلطنة لهذا العام هي لأول مرة تحصل في السلطنة، وتستقطب الكثير من الخبراء في هذا المجال فيما يختص بالمدن الذكية والتطبيقات الذكية في مختلف دول العالم، لتعكس بعض التجارب التي حصلت ولكي تكون نموذج لتتماشى معها السلطنة في تنفيذها لهذه المشاريع. كما تناقش القمة التحديات الحقيقية التي تواجه تطبيق المدن الذكية والحلول الممكنة للتغلب عليها، والتعريف بالفوائد المرجوة من تطبيق مشروع المدن الذكية خاصة في المجال الاقتصادي والتنمية الشاملة. استعرض مجلس إدارة معهد الإدارة العامة خلال اجتماعه الأول لهذا العام وثيقة الخطة الاستراتيجية لمعهد الإدارة العامة 2020 وإنشاء دائرة متخصصة بإعداد وتنفيذ خطة تسويقية لأنشطة المعهد داخل وخارج السلطنة. كما ناقش الاجتماع التوجه الاستراتيجي للمعهد والجهود المبذولة بشأن تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة بمستوياتهم الإدارية المختلفة ومؤشرات أداء المعهد في مجال الاستشارات الإدارية للمساهمة في الارتقاء بالأداء المؤسسي في الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة. ترأس الاجتماع مع الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد. أكد تقرير جديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا أن مطار مسقط الدولي ساهم في نمو حركة المسافرين جوا بمنطقة الشرق الأوسط في يناير الماضي. وأوضح التقرير أن مجمل حركة المسافرين في منطقة الشرق الأوسط بلغت 9%، مشيرا إلى مساهمة مطاري مسقط الدولي والدوحة في إجمالي النمو البالغ حوالي 14%. كما تضمنت الإحصائية نموا في حركة الشحن الجوي في المنطقة فوق معدل 8%. أعلنت وزارة التعليم العالي عن أكثر من 29,000 مقعد دراسي يوفرها مركز القبول الموحد لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي 2016-2017. ويوفر المركز الذي يفتح باب التسجيل في الأول من إبريل المقبل وحتى الأول من يونيو 2017 يوفر 392 برنامجا دراسيا وسط العديد من المستجدات. 29,537 مقعدا دراسيا في 392 برنامجا دراسيا توفرها مختلف الجامعات والكليات من داخل السلطنة وخارجها، لتكون بانتظار طلبة شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادلها من مخرجات العام الدراسي 2016-2017.
عدد المقاعد لم تتغير عما كانت عليه في العام الماضي، وهذا دليل على أنه لم تتأثر المقاعد المخصصة في التعليم العالي من الأزمة الاقتصادية، برغم يعني الصعوبة في ذلك، ولكن الحمد لله الأعداد ما زالت مثل ما هي. وزارة التعليم العالي وفي مؤتمر صحفي أعلنت أن في الأول من إبريل المقبل وحتى الأول من يونيو 2017 سيبدأ مركز القبول الموحد بفتح التسجيل للطلبة في نظام القبول الإلكتروني، وسط العديد من المستجدات التي تفتح للطلبة خيارات أوسع في اختيار التخصص الجامعي نحو مستقبل مهني. ومن أبرز هذه المستجدات تقسيم برنامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية حسب المجال العام للتخصص، بهدف تسهيل عملية البحث عن التخصص الذي يتناسب مع ميول الطالب. تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية، وتقديم برامج تربوية في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، التوسع في البرامج المخصصة لذوي الإعاقة لتصل إلى 234 مقعد. نتمنى من أبنائنا الطلبة والطالبات إنهم يعني يقوموا بعملية التسجيل بطريقة صحيحة، وعليهم أيضا قراءة دليل الطالب بشكل واعي وبشكل جيد، كما يجب عليهم أيضا الأخذ في الاعتبار ترتيب رغباتهم بالطريقة الصحيحة. مقاعد دراسية عديدة تم توزيعها على مختلف التخصصات والبرامج تتيح للطلبة اختيار ما يتناسب مع ميولهم وتخصصاتهم. تتصدرها مؤسسات التعليم العالي الحكومية بأكثر من 17,800 مقعد، تلتها مقاعد البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بما يزيد عن 9,500 مقعد. جامعات وكليات تفتح ذراعيها لطلبة العلم في مرحلة تكتسب أهميتها في كونها جسر المرء نحو مستقبله. دعا مؤتمر الأمن والسلامة المدرسية الذي نظمته وزارة التربية والتعليم إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين أمن البيئة التعليمية وسلامة الحافلات المدرسية والأمان الشخصي لطلبة المدارس. شارك في المؤتمر على مدى يومين عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تمت مناقشة مفهوم الأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية في المؤسسات التعليمية وأثر المخدرات على طلبة المدارس وظاهرة التنمر لدى طلبة المدارس وآلية تطبيق قانون الطفل وغيرها من الموضوعات. رعى افتتاح فعاليات المؤتمر مع الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. قررت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخفيض رسوم الخدمات المقدمة منها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الماضي. ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل في المنطقة وإفساح المجال أمامها للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. ونص القرار بتخفيض الرسوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسري التخفيض لمدة 5 سنوات من تأسيس الشركة، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يا فخر الزمان الحب لك.
مشاهدينا، إلى هنا وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من متحف بيت الزبير. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل ومعد البرنامج عادل الحمداني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج هلال المالكي. في أمان الله.